في مصر العيد الكبير يعني لحم، وكل واحد فينا بيعملها بطريقته. يعني عندك اللي بيشويها، في اللي بيسلقها وغيره بيشوحها، وفي اللي ما بيحبهاش براحته. بس عماد بيحبها طاجن من ماما، وماما حبتها من ماما. في الصعيد مزاجهم المرق، في الشارع بتتاكل شاورما، ملوك السمك يعز الفت، والمندي عندنا بس مش من عندنا، وعم ربيع بياكلها في سندويتش بس إبراهيم مثلاً ما يقدرش يوفرها، نادية بتطبخها مرة كل فترة، وأم محمد ومحمد عندهم حاجات أهم. عشان كده لو بتحب اللحمة أو ما بتحبهاش ممكن تفرح بيها غيرك. شاركنا نوصل لأكبر عدد من الأسر المحتاجة علشان نفرحهم بالعيد. اشتري الصك البلدي من مزارع مؤسسة حياة كريمة عشان تضمن أن الخير يوصل لكل المحافظات. ممكن تشتري من الموقع الرسمي للمؤسسة أو من خلال البنوك أو فوري. مؤسسة حياة كريمة، من إنسان لإنسان.